وذا الكفر المنحوس مرة داخل دي المسمار ومرة كنت قافل على واحد ونسم لي هو وآخر مرة وأنا راجع ريوس في المواقف جبت أجلة واضطريت إني أجيب واحد جديد. نظام التوقف الذكي Brakes Override System. يعطيك العافية يا أبو حريص، بس والله تعب عليك هالخط الطويل وانت قاعد تسوق، أخاف على ظهر كرجولك. لا تشيلي الهم يا أم حريص، الصحة حديد ولله الحمد. أبو حريص بعده في عز شبابه. ها؟ بعدك شباب؟ وش تقصد؟ لا كنت بتعرف. شايفتني انخبلت، وين راح ألاقي مثل جمالك يا أم حريص؟ يا زين دلالك بس. هشوة. ترى السواقة ما هي متعبة زي زمان، الدنيا تطورت والتكنولوجيا سهلت كل شيء. تخيل يا الحين أنا بسوق على مثبت السرعة والأمور طيبة. والله أنا أقول نجيب سواق، أنت دائما مشغول وأنا والله ما ودي أشغلك بمشاوير البيت. تمرين أمر يا أم حريص. ارحبوا. يا هلا والله بعم ابو حريص، يا هلا والله بخالتي ام حريص. هلا هلا، حياك الله يا ولدي يا خبيص. هلا يا ولدي. هات 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 عنك الشنط، هات هات. ما نبي نتعبك يا ولدي. اف عليك يا عم ابو حريص، كيف كذا انت تشيل الشنط وانا موجود؟ تسلم تسلم يا خبيص. عسى بس ما تعبت في الطريق يا عم ابو حريص. ابد الحمد لله ما تعبت، شيكت على المزيونه ورتبت اموري ونمت بدري، وطول الخط مشغل مثبت السرعة وسواليف أنا أم حريص. أف مثبت السرعة؟ ما خفت من اللي يقولون أنه يعلق؟ والله ما توهقنا إلا من وكالة يقولون. ترى هذه تويوتا، وتويوتا هي السيارة الوحيدة اللي ركبت نظام التوقف الذكي من 2011. نظام التوقف الذكي؟ كيف يعني؟ دافور دراسة هو؟ هذا يا ولدي نظام وقاية يخلي السيارة تستجيب للفرامل تحت أي ظرف مهما كان، ويقطع البنزين عن المحرك عند الطوارئ عشان توقف السيارة. والله لا يقدر إن نحتاجها. تويوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. تويوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. لا تنسون تسوون سبسكرايب وتسجلون لايك وسووا شير عشان الكل يستفيد معنا.